بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات الاتحاد القطري لكرة السلة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء ضمن مباريات القسم الثاني من الدوري القطري لكرة السلة 2018-2019، مباراة يطلق عليها أحد مباريات القمة ما بين الغرافة والعربي. مبارياتهم لها طعم خاص رغم أن هذا الوضع اليوم هو وضع التساوي في النقاط، التساوي في عدد مرات الفوز والخسارة، وهذا لوحده يدعي إلى من يتعدى الآخر. هي عبارة عن معوقات، مطبات، كل فريق يتمنى يعبر واحد من فرق المقدمة في الاتجاه نحو المربع الذهبي. المربع الذهبي التصارع حتى الآن من 6 فرق. إذن عزيزي المشاهد، المحاولات الآن هنا التعادل في النقاط، التعادل في المركز، الفريقين يعتبروا في المركز الخامس بعد ال4 فرق الأوائل، الفارق مباراة واحدة ما بينهما وبين الوكرة، ومباراتين ما بين الفريق قطر. إذن هي المسافة قصيرة، الفارق نقطة واحدة أو نقطتين. إذن عزيزي المشاهد، كل الاحتمالات. المباراة اليوم مباراة هامة للغاية، مباراة تعتبر أحد الصدمات ما بين فرق البحث عن المربع الذهبي. وبسم الله المباراة الآن، وكرة القفز ما بين نيمو لاعب الارتكاز العملاق في فريق الغرافة القادم من النادي الأهلي، مع ويليام بير. إعادة، سيف الدوسري حكمنا الدولي يعيد كرة القفز. الحيازة للغرافة، مرة أولى المحاولات في أولى الكرات. هنا التمريرات، مرة أخرى تصويبة أولى ولكن قصيرة. مرة أخرى المحاولات، اليوم يوم مشهود، اليوم يوم في كرة السلة القطرية، إظهار للدور المجتمعي. نحب ننوه دايما أن اليوم هو يوم مشاركة الاتحاد القطري لكرة السلة في حملة دعم إرسال المخيم السوري، ولكن عند توقف نستكمل. والعربي 2 والغرافة لا شيء، نيما والبحث 1-on-1، الكيك اوت مرة أخرى، الانسايد مكانه، لكن هنا متابعة من لاعبي العربي للمرة الثانية، عدم نجاح في التسجيل للغرافة. خالد رشدي بدأ من الستارت، واو لعبة رابعة، يا سلام يا ويليام بير، شفنا السبين موف رائع ازاي عرف يغير اتجاهه وعرف يسجل نقطة رابعة. مرة أخرى تيرن اوفر، بداية غير موفقة من فهود الغرافة، عمر سيكم صحصح، الكيك اوت، بيلعب الانسايد واضح جدا، ويليام بير خلاص هيصوبها لكن ضاعت. في الأخير سامسون لاعب الفريق الغرافة. نكرر، يدعوكم الاتحاد القطري هنا يوم في دور مشاركة مجتمعية في لدعم إرسال، في تواجد حاشد ما بين قطر الخيرية بالاشتراك مع قطر الخيرية، تواجد لسعادة السفير السوري، والحضور اليوم والدعم من أسرة كرة السلة سواء لاعبين
أندية مدربين، الباب مفتوح للجميع. وهنا أولى تصويبات لسه باب بالعربي مقفول، مش عارفين نسجل الغرافة حتى الآن. هذا هو حال الكوتش قصي حاتم. حاتم مملوك 6 عربي لا شيء، غرافة، مباراة في منتهى الأهمية، الفريقين متساويين في النقط، منافسين للدخول للمربع. إذن هي الجميع يحلم ضمن الأربعة الكبار. مرة أخرى عمر حتته حافظها زي اسمه بالظبط بالظبط. يا سلام يا عمر، يا سلام يا عمر، تسجيلة على طول. لما بيفوق عمر العربي بيبقى في حتة تانية خالص. مش عارف الكوتش قصي هيحلها ازاي. يا سلام على الموف، ما نزلتش برضو، الكرة تعاند. رميتين حرتين الآن عزيزي المشاهد لمصلحة الغرافة في محاولة لبدايات التسجيل. لازال التقدم 8 نقاط لياشي. إذن هي النقطة الأولى، النقطة الأولى للغرافة بالفعل. 8-1، نقطتين ناجحين بواسطة صانع الألعاب فرانكلين سيسون جي آر. مرة أخرى التز التمريرات. خالد عمر، خالد الباس الكات. السلام على الريفيرس خالد والخبرات، ما شاء الله على خالد. خالد لاعب مهم للمنتخب الوطني، لاعب مهم لفريق العربي بصراحة. غزال السلة القطرية، الخطأ لمصلحة نيمة. ادخال الكرة مرة أخرى، المحاولات عمر لفرانكلين. فرانكلين هنا البيز لاين بلوك شوت على طول. نيمو نيمو على طول. عمر الخنجي أول مرة يبدأ الستارت اوف فايف في القسم الثاني. هنا خالد رشدي، ويليام لقى المسافة، ويليام راح خلصها، ويليام سجلها. هناك شارع لقى على طول ويليام، ما بيستناش ويليام الدخول. فرانكلين ومحاولات وويليام بير، ويليام والترانزيشن. عمر يفضل عمر العودة من جديد. هنا خالد، يا سلام يا خالد، ما شاء الله عمل موف رائع من خالد، موف شبابي. ستوفر، ستوفر والمحاولات لا زالت مع ستوفر، لا يجد إلا البلوك شوت. جزاء من سي بي على طول. قال له بتعمل إيه، بتعمل إيه كتير الدريبل. قال له بلوك شوت هو جزاءك. والتايم أوت أكيد للغرافة الآن عزيزي المشاهد. 12-4، 5 دقائق 19 ثانية في لقاء لا يقبل قسمة. لقاء We lose the ball, we walk in. Here, that is, you every time you go here, they come up for easy layup. Amanda, every time, same. On defense, we play two. So you're here, and Nick, you're here, you're on this side, Ahmed and the DB. So when the ball is coming here, you take it. So you go to the middle, with the skip pass, you go. If they overload the defense, you will stay here, stay here. Don't go out and then go for the play. If they want to shoot the ball, let them shoot. So you want to Thank you.
ادخال الكرة والكرة لمصلحة الغرافة. الانسايد لنيمة، الكيك اوت والتصويبة، لكن كالعادة عمر سيك. مرة أخرى مع العربوية. الباس، التصويبة. مرة أخرى والمتابعة. ستوفر، الوقوف والتصويب هو ده ستايله. التصويب عقب المراوغة. العربي حتى الآن متقدم ب 12 نقطة مقابل 4. خالد الاختراق، الزوي، خالد الغزال، خالد يخلصها، خالد يصوب ويحصل على الاند وان. العربي قدم 5 دقائق مميزة حتى الآن. التصويبة الإضافية. ويليام يحاول، روح مختلفة من بير. اليوم ويليام بيرد فعلا، اليوم ويليام طائر فعلا. هو وعمر وخالد بداية طيبة جدا، بجوارهم خالد رشدي في مهمة دفاعية خاصة مع ستوفر. سي بي طبعا صانع ألعاب مميز في صفوف فريق العربي. الدخول من فرانكلين، هنا وقوف نديم. نيمة، فرانكلين هيصوب، فرانكلين تضيع الكرة. سيف الدوسري يلتقط فاول. الخطأ على خالد رشدي. مرة أخرى نيمو محاولات الدخول زيادة يا نيمو، لكن يتدخل سي بي وترتطم الكرة في قدم سي بي. أكثر من هام لاعب نيمو، عامل 4 متابعات دفاعية رغم أنه مسجل 2 فقط. هنا الاستلام، هنا تبديل، خروج لعمر الخنجي، نزول لأحمد هشام. خالد رشدي وصل، سلمها لعمر. هنا سي بي، على طول قنبلة من سي بي. ري بيجرام يسجل ب3 نقاط، يعضد الفارق. قصي حاتم يبحث عن بدائل جديدة. فرانكلين أي كلام. محاولة تانية، عمل سكند تراي. اه دي حلوة يا فرانكلين، بالظبط حلوة يا فرانكلين، جميلة يا فرانكلين. ادل يسجل منها. مرة أخرى التصويبة. التصويبة، الله 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 الله. التصويبات الثلاثية حمراء للعربوية، 20-6. مرة أخرى فرانكلين، لكن ستوفر. التصويبة من ستوفر، لسه ما مشيتش. الغرافة خارج الخدمة، اتصل في وقت آخر. لازال في الفترة الأولى شبكة الاتصال ما بين اللاعبين مفقودة عزيزي المشاهد. مرة أخرى سي بي، عمر سيك، خالد. البحث عن تي بي يصوب بنقطتين بعيدة المدى، لكن بنقطتين. رجليه فعلا تاتش لاين قدامي هنا. المحاولات ما بدهاش نيمة، البحث على الانسايد. شوف 2 على طول، ممنوع الدريبل. اها خالد عمل ستيل، لكن عمل بعديه تيرن اوفر. الكرة مرة أخرى مع فرانكلين. خطأ شخصي، لا بد من وجود حلول للغرافة.
22-6. الكوتش قصي يجد الحل في ادخال الكره الانسايد. اسامه، احمد، هشام، الجميع شباب. مره اخرى لازال التيرن اوفر، مره اخرى التيرن اوفر مستمره. نقل للملعب بواسطه العربي المتقدم ب 22 نقطه مقابل 6 نقاط. التمريرات، خالد، خالد سليمان، سي بي على التصويب، بوم باثنين برضه، مرتين باثنين من نفس المكان بيلمس اللاين. بصراحه طبعا ليك حق، شفت مساعد المدرب على طول للعربي مسك راسه، خساره طبعا. ليك حق يا سليم يا رجحي، ليك حق يا سليم. الانسايد والبلوك شوت، حد يزن مسك دماغه طبعا، حقهم كورتين هيفرقوا كتير. خالد في اولى تصويباته، لكن احمد هشام بالاوبست، اسامه عمل اوبستراكشن، والتصويبه برميتين لمصلحه خالد مع محمد رشدي. تبديل، عودة لستوفر، خروج لنيمة، عملاق الغرافة نيمة، نيمة بوزوفيتش، خالد يصوب ولم ينجح. المتابعة لمصلحة الغرافة. عزيزي المشاهد، آخر 40 ثانية في فترة أولى عنوانها العربي. أخيرا راح فرانكلين، سجل، عمل اختراق وسجل النقطة الثامنة للغرافة. 24-8 عزيزي المشاهد، متبقي 30 ثانية فقط. خالد، خالد الدفاعات المنطقة الحديدية، نديم يتمكن من عمل الستيل. ويليام، سي بي، المحاولات، الكيك اوت، خالد رشدي، وقع خالد رشدي على السكور بتصويبه بثلاث نقاط مع النفث الأخير من الفترة الأولى. فرانكلين، فرانكلين أضاع الكرة، وفي الأخير عزيزي المشاهد النتيجة تقدم للأحمر، تقدم للعربي ب 27 مقابل 8. دقيقتين عزيزي المشاهد ونعود نستكمل هذا اللقاء، أكيد هيكون مثير متكافئ بمشيئة الله، لا تذهبوا بعيدا. 47 point. You come to the game like you don't have game. Even with the practice, you come serious more. We play three, so we have you here. So there is one player here. So why you start here on here? Start here. Like, if there is two players, when he bring the player, come to this side. So if there is, we have one, two. So if there is a player coming to this side, so he take it. If there is one here, he take it. You come to this side, we push. They overload, so there is nobody here. So when this player go, so this player, he have to follow him. It's a screen right here too, so whoever the fuck man is setting the screen, just talk, bro. When is there a screen here, don't say. It's coming there. We have the ball here, okay? So we'll go, there is nothing. We have to move the ball. So we pass the ball here or here. If we pass the ball, we'll go there. So we have Ahmed and Nadim on this side. So when you come to this side, you come in here, Osama, pass the ball, you go for the stack screen. If we pass the ball, we'll go. We come Nick again for the ball and then we play. We are telling you, we go for one shot. We have, they make 10 block shot on the first goal. Now you're aggressive. You don't want to play safe. We play with another player.
عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال الفترة الثانية من هذا اللقاء، لقاء العربي والغرافة. لازال العربي متقدم عزيزي المشاهد ب 27 نقطة مقابل 8 نقاط فقط لمصلحة السكور لمصلحة العربي. مرة أخرى عمر سيك، ولكن ستوفر الخطأ الشخصي بواسطة ستوفر المحترف القادم بيلعب أمام ناديه السابق. عمر سيك على التصويب. نجاح للرمية. نجاح للرمية الثانية للعربي. نزول مرة أخرى وظهور لنيمة عملاق الغرافة. هنا فرانكلين. التمريرات أسامة هنا في الملعب. العائد من إصابة. لاعب أكثر من مميز أسامة. فرانكلين، يا سلام يا فرانكلين. تصويبة روعة، يمكن تكون هي دي اللي فيها العودة بالنسبة لفريق الغرافة. مرة أخرى ويليام أسامة في المتابعة. الترانزيشن ياسر عبد الوهاب. تحمس ياسر بعد التصويبة الثلاثية. أكيد فرانكلين مرة أخرى. الله الله الله. فرانكلين تالي. فرانكل بثلاثة، فرانكلين باثنين. فرانكلين له ماسك طريق العودة. طريق العودة عزيزي المشاهد لفريق الغرافة بواسطة فرانكلين. خالد رشدي، نايس اسيس باس. اسيس باس ايه من الكتاب يا خالد يا رشدي. الله ينور عليك يا ابني، الله ينور عليك. عملها روعة. ويليام خد الستيب صحيحة وتمكن من التسجيل السلة والرمية الإضافية. عدم نجاح لتسجيل الرمية. الأسيس أيضا من ستوفر، ولكن ما كانتش أسيس، كانت تيرنوفر. خالد نجم الفريق والمنتخب الوطني، مقفولة عليه كل السبل. خلاص الوقت. أطال الكرة معاه خالد بصراحة، أطال الكرة. مش منطقية يا خالد المرة دي، لكن الكرة في أنيمو والدنك. إيزي وان هاند دنك على طول من نيمو. نيمو يا نيمو، رائع يا نيمو بصراحة. الدخول خالد، يا السلام. عمل الصعب خالد، ولكن هنا السهل الصعب من خالد، من عمر سيك، وتسجيل المتابعة عزيزي المشاهد. مرة أخرى أسامة. أسامة مرة تانية في محاولة. نيمو على 3 بوينت المرة دي، لكن غير ناجحة، غير ناجحة. وخروج الكرة خارج الملعب عزيزي المشاهد. مرة أخرى التمريرات عمر سيك. التصويبة من عمر. نجاح للتصويبة عزيزي المشاهد من الميديم. تعزيز للتقدم العرباوي 35-15. المحاولات
التصويب من ستوفر. يا سلام يا سلام على المتابعة. والإيزي باسكت باليد اليسرى من نديم. عمر سيك 1 on 1. المحاولات البحث عن أي مسافة لا نجحت. نجحت من عمر. عمر أمام هذا الطول ال 2 متر 20 أو يزيد. ستوفر والباس أسيست. أسامة مش ممكن يا أسامة، مش ممكن يا أسامة، أسهل من كده. خالد يا سلام يا رشدي، لكن عملت الصعب يا خالد وضاعت السهلة. نديم لغاية الآخر حسب ما قالوا له. هنا على طول الخطأ الشخصي. المباراة بعنوان الكر والفر. خلال أكثر من 3 دقائق لم نرى سيت بلاي واحد إلا مرة واحدة من العربي. الكر والفر هو العنوان، لكن في الأخير هو 20 نقطة هي الفارق عزيزي المشاهد لمصلحة العربوية. قلت لحضراتكم حتى لما اتغلب العربي أمام الواكرة قلت إن دي مباراة عودة. بالفعل تطور أداء فريق العربي، بالفعل شايفين الهارمونيك ما بينهم. خالد عمر رشدي من الوضع الساكن من الاستاتيك. خالد فوجئ بالكورة، ما صدقش إن الكورة جاية له. توزيع المجهود، خروج لخالد سليمان، نزول للحاج علي صالح. أعتقد هو ده الوقت السليم لحاتم مملوك لإراحة خالد، لكن ستوفر لسه مش مركز. ستوفر الحاج علي صالح، أسامة بطريقة حراس المرمى. هنا ستوفر عاوز يسجل بأي طريقة. شوف زي ما بقول لحضراتكم يصرخ بعد التسجيل، يصرخ بعد خلاص بيقول هيتفك النحس، لكن لسه المباراة فيها كتير. المباراة هامة جدا، الفريقان متساويان، كلا منهما يريد أن يعبر الآخر، يعبر الجسر. خالد يا سلام على الباور شوت لليف، والكرة أحمد هشام. مرة أخرى فرانكلين الحاوي، فرانكلين بألعابه الفردية مش هيباصي، مش غير لما تقفل خالص. عاوز يفتح الملعب، لا زال الدريبل مع فرانكلين في عرض سينمائي. الأخيرة هنا لنديم، والكرة لمصلحة ويليام بيرد. عزيزي المشاهد الفارق 18 نقاط، قرابة الدبل سكور. مرة أخرى عمر ما مشيتش المرة دي يا عمر، لسه بدري. فرانكلين مرة تانية وثالثة ورابعة. الانسايد لستوفر، ستوفر 1 on 1 من الوضع طائرا. عمر في معركة في المتابعة. مرة أخرى سي بي خالد، يلا يا خالد هتجيب إمتى يا خالد؟ سجلها خالد. أيوة كده، اعتمد عليه النهاردة حاتم وهو لم يخزل حاتم في تصويبة الثري بوينت وهنا في التسجيل. عزيزي المشاهد الفارق يزيد لمصلحة العربي 39-19. إذن هو الوقت المستقطع أكيد للكوتش قصي حاتم في محاولة للحاق بالمباراة والمأزق. لا تذهبوا بعيدا. Defense.
عدنا أعزائي المشاهدين، حكمنا بندر السويدي تسليم الكرة لنديم. الغرافة لابد من التعويض، الغرافة يحاول التقليص، الفارق 20 نقطة بالتمام والكمال. نديم، نيمو والمحاولات مرة أخرى، وهنا التصويبة من فرانكلين. لازال فرانكلين يلعب بطريقة فردية مرة أخرى، التصويبة من سيبي، لكن في الأخير التيرن أوفر غريب بصراحة، تيرن أوفر غريب، الكرة بتقع من إيد أحمد هشام. الكرة لمصلحة العربي مرة ثانية، 3:30 فقط عزيزي المشاهد. العربي يؤدي مباراة أكثر من جيدة، ودي المباراة الثالثة ليه، شفناه أمام الوكرة، قلت لحضراتكم كانت مباراة عودة أداء للعربي. وهنا الحاج علي صالح، الغرافة أيضا النهاردة يقدم لوغاريتم في الأداء، سواء الأخطاء الفردية، شايفين ستوفر المحترف على البنش بره، والأداءات من فرانكلين. نديم ما خدش كمية التراي اللي بياخدها كل مرة، أسامة في ارتباك، نيمو يبحث 3 ثواني على زمن قصيرة، لا جاية، الكيرف العالي من الدور اللي فوق يحرزها نديم، عذرا يحرزها نيمو. 39-21 عزيزي المشاهد، دفاع المنطقة الآن هو عنوان فريق الغرافة. لمحاولات أخرى، عمر سي بي لكن قصيرة، المحاولة مجددا للعربي، الساكن تراي، الحصول على الأوفنسيف ريباوند لمصلحة العربي. ويليام في محاولة فردية، قليلا ما يفعل ذلك ويليام. فرانكلين لازال محتفظ بالكرة، فرانكلين ولازال يصوب منفردا، فرانكلين غريب يا فرانكلين اليوم بصراحة غريب. سي بي ليناردو يا سلام على الاسيست، قبل الهدية عمر سيك، خلصها وسجلها وسط اخطاء دفاعية واستغلال في البيك اند رول، يصل على طول الى السلة ويسجل. فرانكلين، هل هو معاه المفتاح؟ فرانكلين امام العربي، هنا اسيس باص، هو كده اللعب فعلا. فرانكلين مش ممكن هيسدد لوحده، مش ممكن هيلاعب الخمسه لوحده، اي اسامه قطع له فاخذ الباص، سجل نقطتين، لا زال الفارق عريض للعربي. التصويب الرشدي لكن عمر كالعاده، لكن الكره تقع، فرانكلين اول زوي، الخطا الشخصي على ليوناردو سيبي. سلامات يا فرانكلين. واحد واربعين عربي، 23 غرافة، تساوي في عدد مرات الفوز والخسارة في الدور الأول لكلا منهما، 4 فوز 4 خسارة، هي عقبات الدور الثاني. كل فريق يرى من الخمس فرق الأخرى، إذا قلنا أن الأهلي أبعد خطوة، عقبة عاوز يتعداها للدخول ضمن الأربع الكبار، فمباريات تشبه مباريات الكؤوس، اللي هيفوز النهاردة خلاص خد خطوة على الفريق الآخر. العربي بدأ المباراة أكثر تركيزا من الغرف، حاتم مملوك واستشعار الخطأ. 41 عربي، 25 غرافة، لا تذهبوا بعيدا، متبقي دقيقة يحدث فيها الكثير، ومن ثم الاستوديو التحليلي بمشيئة الله معكم في يوم استثنائي، يوم يقوم به الاتحاد القطري بدور مجتمعي بالتعاون مع قطر الخيرية، ويدعوكم فيه الاتحاد لإظهار دعمكم في ظل الظرف الاستثنائي بمخيمات عرسال سوريا، لا تذهبوا بعيدا. So what
the ball go here, guys, when we trap on this side. So when they're passing the ball, we have to sprint back. Because we go to trap, and then they're passing the ball, we stay. So we have to come. Like, not two players coming to this side. So we have to sprint here, and we have to sprint on this side. Then we stay. When we trap here, if the ball, they're going to the cross half, the half goal, we start our defense on the three-point line. Okay? So we have Frank here. Nadim go to this side, and then we start like 1-2-2. So when the ball go here, we're coming, we're pushing, we're coming, we're pushing, we're pushing. It's too many overloads. Yeah. No, but the opposite side is supposed to cut the front. When they overload, then all of them. If they overload, just follow. All of them. If your man cut, he buy you follow. He can come through 1-2-3. خمسة وعشرين هنا تصويبة الأخيرة يمكن تكون آخر هجمة لفريق العربي ويستغل الثواني عمر سيك يا سلام على الكات في وسط سرحان دفاعي أين أنت يا نيمو أين أنت مرة أخرى الغرافة في محاولة لم الشمل شمل الفريق هنا أسامة التمرير لهشام الكات هنا والبلوك شوت وانتهاء لزمن الهجمة ولكن الحج علي القانون مع الحج علي للاستكمال 11 ثانية عزيزي المشاهد آخر 8 ثواني في الشوط الأول المحاولات الاختراق سي بي وإخراج الكرة بالفعل انتهت الفترة الثانية انتهى الشوط الأول بفارق عريض للعربي 43 مقابل 25 الغرافة أكيد في مأزق هيحاول الكوتش قصي في لم الفريق والعودة من جديد حاتم مملوك هيحاول الحفاظ لعبور هذه المحطة أمامه لسه أربع محطات أربع فرق إذا كان يرغب في الدفاع عن اللقب واللعب ضمن الأربع الكبار عزيزي المشاهد أحب أن أنوه قبل الذهاب إلى الاستوديو التحليلي مع كابتن آصف حداد وأضيفه الكوتش إيهاب جلال في ما بين شوطي المباراة أنا الاتحاد القطري في كرة السلة في هذا الوضع الذي لا يحتمل بمخيمات عرسال السورية من ثلوج وانهيار للخيام ومن منطلق دور الرياضة المجتمعي وبالتعاون مع قطر الخيرية يدعوكم الاتحاد لإظهار دعمكم في ظل هذا الظرف الاستثنائي في وجود سعادة سفير سوريا والسادة مسؤولي جمعية قطر الخيرية والسيد رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة وضيوفهم من اللجنة الأولمبية الجميع اليوم يعبر عن دعمه دعم في موقف في ظل هذا الظرف الاستثنائي الصعب لإخواننا في عرسال بسوريا أعزائي المشاهدين عذرا للإطالة ولكن الآن مع الاستوديو التحليلي وكابتن آصف حداد والدكتور إيهاب جلال اتفضل كابتن آصف معك الصوت والصورة مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا فيكم باليوم الثاني من الدور الثاني لدوري القطري لكرة السلة اليوم عندنا مباراتين المباراة الأولى العربي والغرافة النتائج تشير إلى تقدم نادي العربي ب 34 نقطة مقابل 25 إلى جانبي الكابتن إيهاب جلال أهلا بك مدرب نادي الوكرة أهلا وسهلا فيك أهلا بك شرف بالمرور على المباراة تقريبا نادي العربي بعد النتائج المرسومه بعد الدور الاول الاربعه الكبار خلينا نقول اليوم نادي العربي بشكل مختلف شفناه دفاعيا وهجوميا طبعا انا مش عاوز اقول حته مين اللي في الاول او مين اللي في الاخر لان ده دوري
الدوري فيه متغيرات كثيره جدا في اعاده ترتيب اوراق لكل الفرق. تمام، تعرف ان الدور الاولاني كان في استكشاف لان الدوري بدا متاخر وما كانش فيه فرق جاهزه، في استكشاف، في تغيير محترفين، في اعاده ترتيب الاوراق. انا بعتبر الدور الثاني هيبقى ليه حاجات كثيره جدا ومتغيرات جدا. يعني الدور الاولاني ما كانش معبر عن الفرق، الاصابات كثيره جدا في بعض الانديه قابلتهم وتغييرات. فبعتقد الدوري هيبقى بقوته من الدور الثاني ده هيبدا فعلا بشكله جدا. لحد الان هو كل الاحتمالات مفتوحه لجميع الافريقيا، يعني ممكن لحد الان ممكن باستثناء نادي او ناديين بس الحظوظ ليهم، اما باقي الانديه كلها مسموح لها ان هي تتقدم في الفاينل وتغير النقاش تبعها، صغير خريطه ان ممكن تعمل كامباك. وحصلت السنه اللي فاتت في فرق زي السد وريان عمل والاهلي يعمل كامباك. فدلوقتي هنشوف الدور الثاني نتائجه هي اللي هتبين كده. وبعدين السنه دي برضو من ضمن الحاجات الجميله ان في تقارب في المستوى، أكيد. صعب جدا التكهن باي نتيجه اي مباراه الا في اللحظه اللي احنا بنشوفها في لحظه المباراه نفسها. فده طبعا يعني نصبر الدور الثاني ادفانتج للفرق، ادفانتج للدور الثاني. طبعا العربي من الفرق القويه قوي جدا، وهو جاي بيلعب الغرافه، والغرافه من الانديه اللي هي الكبيره اللي حصلت ليها اسم قوي جدا. صحيح. هو جاي النهارده بيستعد ليه، وهو جاي مش عاوز يقول انا هخسر اي مباراه، وفي المقابل هما الاثنين في مركز واحد، فكل واحد من الغرافه والعربي عاوز ياخد خطوه للامام عن الثاني. دي ظروف مباراه الغرافه والعربي النهارده. طيب. الاثنين في مركز واحد الخامس، فكل واحد فيهم عاوز يقول ان انا لا انا اللي هتقدم للامام ويرجع الثاني لورا. فدي ظروف المباراه. العربي بدا بدايه قويه جدا وتركيز عالي جدا، واضح ان في تعليمات ليها. هنشوف دلوقتي الغرافه بدا بدايه يعني مش بالقوه اللي من الفرقه مطلوب منهم. هنشوف دلوقتي التعليمات بتاعه كل مدرب هتم. هل العرب هيفضل محافظ على الافرج اللي هو وصل ليه 43 25 حوالي 18 نقطه؟ تمام، ولا الغرافه هيعمل كامباك؟ وبالمناسبه في الدور الاولاني الغرافه كان كسبان 14 نقطه او 16 نقطه 16 نقطه بالنص صحيح بالنص ثاني، والعربي كان باك وفاز. صح. فهنشوف السيناريو هيتم ازاي. طيب الغرافي بشكل عام تقريبا تغييرات على صعيد المحترفين. انا شايف الغرافي بيحب يلعب بالريتم الرننج جيم درايف والكيك اوت نوعا ما، اللعب الطويل او رتم هذا اللعب عم نحس انه فائده الغرافي هي السنه. يعني تغيير شكل اللعب لنادي الغرافي مختلف عن السنين السابقه، وخاصه السنوات السابقه كنت تلاقي خمس لاعبين بيقدروا يلعبوا 1 اون 1، الخمسه بيقدروا يلعبوا انسايد اوت سايد. هالسنه لا، عم نشوف بيج مان 5 صريح، عم نشوف بوينت جارد او 1 2. يعني الغرافي شكله مختلف السنه. برايك رتم التصاعد تبعه حيضل مكمل او لا رح نشوف ثبات بهذا الرتم؟ انا طبعا ما اقدرش يعني اتنبا بالمستقبل هيحصل ايه، لكن لو احنا رجعنا للماضي الغرافه كان عنده لعيبه موجوده كانت باسلوب معين، يعني باسلوب فيه. الغرافه كان عنده عمار اللي هو راح الشمال ومالك اللي راح الوكره. نعم. فمزاي دول الاثنين طبعا يفقدهم الغرافه كانوا خبره. اصابه عبد الرحمن سعد اثرت كتير على الفريق، فقدت برضو مركزين ممكن طبعا مركزين. مركزين جامدين جدا. صح. فده انا اعتقد ان الكوتش هنا اجبر انه يساوي يعني اجبر على اختيار بوزيشنات عشان يملى الفراغات وكده، وخاصه ان العناصر المتواجده لعيبه كويسه بس مش بخبره اللعيبه اللي مش مطلع. 100%. فهو بيحاول قد ما يقدر، يعني جاب بوينت جارد صريح، جاب كريستوفر جارد عالي، وجاب سنتر. صح. لان هو لو ما عندوش سنتر ما عندهوش اللي يحل مشكلته. ممكن يكون السنتر ده في بعض الاحيان ايجابي وبعض الاحيان سلبي، يعني هو ايجابي ان هو بطل اللعب شوي. هو طبعا هو بس هو في الريتم اللي مطلوب البوينت جارد والجارد هو شويه الغرافي بيحب الريتم السريع الترانزيشن عشان احنا اتعودنا على الغرافه على كده. صحيح. هاي السنة رتمه ما مختلف تماما، يعني لا هو في سرعة بس في سرعة بس ما بيلحقش ببطئ له يعني نوعا ما. السنتر بيتفاعل مع البوينت جارد، يعني البوينت جارد دايما بياخد القرارات وبيجري بالكورة وبيلعب لوحده، هو كريستوف. نعم. متعودين على كده، ما بيحاولش يجاريهم السنتر. لو لعب وصل السنتر لا الوضع بيختلف. نعم. لأن هو لعيب برضه كويس وسكورر.
فدي طبعا بتحتاج بقى يعني زي كيمستر من اللعيبه يبتدوا البلاي ميكر يعرف وتعليمات طبعا الكوتش اوف سايد وعنده خبره هيقدر يقول له انت امتى تهدي الملعب انت تجري من الملعب. بتتفق معي او لا العربي بياخذ الانرجي تبعه من الديفنس يعني كل الترانزيشن العربي معروف بالترانزيشن تبعه العالي نعم. كل الانرجي اللي بياخده من الديفنس باول دورين طبعا ما حنقول انه هي من العوامل الاساسيه لتقييم الفريق لكن العربي اليوم بشكل مختلف نفسيات عاليه العربي جاهز للمباراه التغييرات اللي سواها النادي العربي واللي حيغير برتم اللعب هل برايك حيضل على نفس الرتم يعني الديفنس اللي هو عم ياخذ الانرجي منه هل حيضل مكمل فيه او لا؟ العربي من اهم الحاجات اللي بتميزه هو الدفاع وشوفنا اكتر من مباراه اللي كسبها كان بيعمل جود جوب جدا في الدفاع وده لما بيحصل خلل في الدفاع شويه بيبتدي التيمبو بتاع الفرق تغيير البوينت جارد لما جه ومشى الجارد ده خلق اسلوب لسه اللعيب هل البوينت جارد ده جاهز مع الفرقه بالشكل المطلوب ده اللي هنشوفه الدور الثاني ويليام مش بنفس القوه السابقه فاهم ازاي السبب السبب لا سوبر ايج مثلا او ممكن مش عايز لكن انا بقول لك يعني عشان نعطي الفرصه كامله لاي فرقه نستنى عليها في الدور الثاني نشوف يعني ممكن اللعيب لما جه في الدور الاولاني فاهم ازاي هو لعب مباراه متتاليه حصل فيه اجهاد فاهم ازاي اللعيبه لسه بتاخد مع يعني بتاخد شكل بعض فهم بعض شويه مع انهم هم لاعبين اساس ان العربي عدى بموسم طويل السنه اللي فاتت احنا مع المنتخبات مع غير المنتخبات كمان العربي صح. سافر خليج سافر عربيه سافر صحيح. كل ده ما كانش عنده راحات للفرق وخاصه بعض اللعيبه عنده سيء لعيبه مؤسس زي يعني انا بعتبر وجود خالد اجهاد عليه جامد جدا وهو نعم. التمرومتر بتاع النادي العربي وطبعا هل هي يعني هيعملوا كامباك تاني العربي لعودتهم وانا اتوقع العربي مش من الفرق اللي بتستسلم صحيح ولا في المباراه ولا حتى في الوزع يعني والاوفنس منوع ترى يعني الاوفنس معروف بالانسايد اوتسايد بالترانزيشن بتلاقي حاضر من برا على القصه حاضر هلا يمكن السنه على القص برا من الثري بوينت خفت نوعا ما اسلحته الهجوميه بغياب السوبر كان نوعا ما عم يعطي ادفانتج على بيجيلهم فرصه ان هو العربي من الفرق المتنوعه في اللعب صحيح يعني هي ما بتلعبش بيلعب بسيستم متكامل العربي من الفرق اللي موجوده في الدوري بتلعب بسيستم متكامل يعني فرق يعني انت كان ما باجي انا مدرب اعدلها لا بعمل لها حساب كتير في اكتر من حاجه يعني متنوع عنده الانسايد وعنده الاوتسايد يعني اي بوزيشن هيحصل فيه تخاذل هيسبب لك صحيح. مشكله دي طبعاً. ميزه من العربي فالعربي عشان تكسبها لازم انت اصلا كمان يعني الفرقه عندك في التوب جامد واخطائك قليله طبعا وعندك توفيق نفس الشيء صحيح. ونفس الكلام ده كله سكر من هو عندهم تغييرات عندهم لعيبه سريعه عندهم لعيبه خبره وعندهم بنش لا تنسى عندهم طبعا عندهم لعيبه حتى لعيبه صغيره خالد رشدي وتالا عم يأدي كويس خالد رشدي بالفترات لعيبه كويس واضافه الحاج كمان عم يعطي ادفانتج لخالد عم يريح خالد كمان ما برا يريح على البنش الدور الثاني بقول لك متوقع ممكن يحصل فيه متغيرات في الشركة. وانا متوقع حتى الريان يعني بصوره جديده هلا يعني شفنا الريان امس عم يلعب هو الريان ما يعني حكينا هقول لك على حاجه عشان بس اصرح معاك يعني اصابته حاجه غريبه جدا اول مباراه صراحه يعني الله يكون في عونهم صح اللي انا اول مباراه في الدوري ثلاث لعيبه تنصاب يعني صراحه بكوارتر واحد يعني احنا نفسنا اتصدمنا من الموقف ما بالك بقى هو الجهاز الفني المدرب وبعدين ايه انت بتتكلم في لعيبه مين يعني مش لعيبه عاديين مش لعيبه اساسيين طبعا عشان هو بقى لسه منهم لسه اتنين ما رجعوش كمان صح يعني لسه اتنين ما رجعوش وبعدين المحترف في محترف اتصاب كمان ورجعته هيعمل ايه؟ صح هو برضو التدريب ليه حدود اكيد يعني كان المدرب يعني الله يعينه يكون في عون المدرب الريان هيعمل ايه؟ يعني لو انا مكانه ما ده مش اكتر وبعدين بيأدي يعني في قتال حتى يعني هو بيلعب بكل الامكانيات المتاحه ليه يعني حتى امبارح عمل مباراه قويه جدا ده بيقول ان انا موجود وانا متوقع الريان هيعمل مشاكل كبيره في الدور الثاني مش هيبقى سهل خلينا نحكي بشكل حيادي اتفضل احنا محايدين الوكره السنه غيابات
محترفين تغيير من اهم محترفين اذا مصاب هي اصابات 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 من ثاني مباراه اول مباراه وثاني وثالث مباراه امير برا برا الروستر برا التشكيله خلاص امير احنا تم الاستغناء عنه اللي بدي احكي فيه انه الوكره لحد الان حاضر موجود ما حنقول الاربع الاوائل لسه بكير على هالكلام هذا لكن عم نشوفه عم يكسر الفرق كبيره عم نشوفه ستاندينج واقف وعم يحسن يجاري الوكرة السنة مفاتيح الهجوم تبعه نوعا ما أكثر مفاتيح الدفاع يعني للأسف البانش عندك أنت عم يكون في نقص عم نشوفك عم تساوي عم تحاول تساوي روتيشن بين اللاعبين الديفنس نوعا ما ما عم تقدر عم تحاول تبدل بين الزون بين الملح تحافظ على طولاتك وعلى فريقك البوينت جارد الجديد هل هو إضافة مهمة للفريق بالسرعة تبعه وهل هو فعلا بوينت جارد صريح أو لا هو اللاعب رقم 2 لا هو بوينت جارد صريح تمام واحنا اجبرنا على التغيير لان احنا ما حدش كتير هو كله تفاجئ ايه اللي حصل في الوكره هي الوكره حصل اصابه للبوينت جارد الاساسي ليله اول مباراه جاله شد فاضطرينا ان انا كان في توقف عندي للمحترف فاضطريت العب بالجارد بوينت جارد وما لعبناش بيه تمام لما رجعنا لاول مباراه كانت مع نادي قطر في الكوارتر الثالث بدايه الكوارتر الثالث الجارد جاله سبرين انكل فاخد 6 اسابيع صح اضطريت بدل ابدله فاضطريت ابدل بقى عندي 2 يعني ما كانش بقول لك ساعات في بعض الاحيان انت ما بيبقاش عندك حلول هتعمل ايه لكن الحمد لله يعني احنا الكبوه دي ما حسيناش احنا غلطنا مبارك بس ما حسيناش بالكبوه دي حدش حس بيها لكن سببتني ان انا 2 محترفين اللي هم كانوا جاهزين معايا هم خرجوا بره التشكيل ولا تنسى عرفان يعني وجود عرفان بالملعب رغم اصابته بين حسين عم يعطي الوكرة ادفانتج كتير عالي اوفنسيفلي وديفنسيفلي يعني عم نشوفه حاضر والخبرة اكيد هو لعيب خبرة اكيد وعم نشوفه يعني رغم انه مصاب وعم يرجع من الاصابة اغلبية اللاعبين انت بتعرف اللاعب لما بيكون مصاب وراجع بيضل خايف نوعا ما بحاجة لوقت نوعا ما لحتى يقدر يرجع هو لعيب انا بعتبره من لعيب من طراز عالي جدا ومخلص في العمل وجامد جدا يعني في التدريب حتى في بعض الاحيان اقول له يعني ما تكملش معانا التدريب انا كوتش انا هكمل مخلص جدا بيلم الفرقه اساس ان هو من السي في بتاعه في البطولات قوي جدا صح. يعني صح. من اللعيبه اللي حصل على بطولات على مستوى كان بطل عالم في 3 يعني هو راجل عارف ازاي البطوله توصل لها تمام خلي بالك ان احنا برده عندنا مالك واحمد درويش عناصر قويه جدا برده فعاله دي وانا منتظر منهم اكتر من كده يعني الفتره اللي جايه انا منتظر منهم اكتر من كده وبيبقى ليهم دور قوي جدا في المباريات يعني درويش وملك يبقى ليهم دور قوي جدا ان شاء الله بشكل سريع انا مدرب العربي رح ضل مكمل على نفس الريتم رح لحقله للاعبين انه يضل 0-0 السكور ننسى السكور هاد طبعا ديفنسيف اوفنسيفلي الغرافه شو لازم يعمل ما هو انت تقول كمدرب لكن ايش بيصير في الملعب ايه هيصير لعيبه انت عارف وانت مدرب وعارف الله العظيم هتلاقي كابتن حاتم انا متاكد ولازم حكيم مدرب انت كالغرافه بيسجلوا المدربين بيسجلوا لكن اللعيبه هتقول ايه الغرافه ثقافه لعيبه كمان يعني يقول لك انا كسبان 20 بوند العب على راحتي ممكن الجيم يتقلب تمام في المقابل طبعا الكوتش قصير الغرافه شو لازم يعمل الغرافه طبعا اكيد هيضغط دلوقتي وهيحاول يستفاد باللعيبه يحاول يعمل تيمبو جيم على الاقل الكوارتر ده ينزل بيه 10 بوند صح. هو مش هيقدر ينزل 20 بوينت في كوارتر لكن ممكن يعمل 10 بوينت على اساس انه يخش الرابع يقدر باقل ب 10 نقط صح مشاهدينا الكرام اتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق ان شاء الله اكيد توفيق لك بل... عندك مباراه هلا بعد مع الاهلي كم مباراه حلوه ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق توقعاتك شو للمباراه الثانيه لا مش اللي وكره حتكسب لا مش توقعات مش توقعات كل الانديه بالتوفيق وكل الانديه برضو حتة مهمة جميع الأندية بقولها بتبذل مجهود من أول فرقة لآخر فرقة صحيح. في الدوري كل الأندية وأنا على علم بالمدربين بتبذل مجهود على طرز عين ونتمنى التوفيق للجميع مشاهدين الكرام دقائق وحندخل بالكوارتر الثالث مشاهدة ممتعة نتمنى لكم أعتقد الزميل العزيز أشرف توفيق شكرا كوتش آصف حداد والدكتور إيهاب جلال ووصف تفصيلي مختصر عن موقف الفرق وبداية الدور القسم الثاني والآن مع المباراة استكمال الشوط الثاني عزيز المشاهد ما بين الغرافة والعربي اللي انتهى الشوط الأول بتقدم للعربي 43 مقابل 25 الغرافة
وفي مرة جديدة نحب ننوه أن اليوم هو يوم استثنائي حيث يقوم الاتحاد القطري بالتنسيق مع قطر الخيرية في يوم دعم لمخيمات عرسال السورية في من منطلق دور الرياضة المجتمعي. وبسم الله وعلى بركة الله بداية الشوط الثاني والتمرير والكرة في حيازة الغراف. مرة أخرى ستوفر وظهور جديد نيمو منطقة نيمو يعرف بيشوط رغم الطول يقدر يسجل التصويبة الميديم و 43-27 لمصلحة العربي. عمر سيك سي بي الاختراق من سي بي التصويب بثلاث نقاط لكن هنا المتابعة والباص والبلوك شوت من نديم لعمر سيك المحاولة والدخول ستوفر يلحقه نديم يحافظ ويسجل لا ما يسجل شيء. عمر سيك في المتابعة الترانزيشن نديم على طول عمل البالانس ورجع مع خالد رجي حسب التعليمات أكيد. عمر والاختراق من عمر محاولة للحصول على الخطأ مش للتصويب والتسجيل. ستوفر الستيل سي بي وهنا مرة أخرى الدفاعات القوية الهرج والمرج التصويبة خالد سليمان في المتابعة. الكرة لمصلحة فريق العربي عزيزي المشاهد. التمريرات الانسايد الكرة خارج الملعب. الكرة لمصلحة العربي ثانية واحدة عزيزي المشاهد في زمن الهجمة. إذن هو التصويب المباشر تصويب مع نهاية زمن الهجمة. نديم مرة أخرى الغرافة في محاولة للتخليص. التمرير لستوفر ستوفر والاختراق التسجيل والأندوان لستوفر الجارد الرائع. ستوفر الآن يدافع عن ألوان الغرافة بعد أن انتقل يلعب أمام ناديه السابق. هنا لا توجد عاطفة العالم الاحتراف ما بالك لا توجد عاطفة ما بين لاعبين أبناء النادي ولكن المحترفين أيضا. إثبات الوجود هو الهدف عزيزي المشاهد. مرة أخرى خالد المحاولات الدخول الاختراق لكن ستوفر والكرة مرة أخرى لمصلحة النادي العربي عزيزي المشاهد. عمر سيك خالد الاختراق خالد سليمان من الوضع طائرا لكن دون جدوى. سيبي نديم ستوفر الاطباق الحاج علي يتمكن من اخراج الكرة. ستوفر ويدخل الكرة من الحد النهائي. نيمة التمرير البحث عن ستوفر ستوفر هو المفتاح الآن. نيمو نايس موف والدنك على طول. الله الله يا نيمو. نيمو يتوحش نيمو يقلص الفارق بوان هاند دنك. إذن الدفاعات الضغطة ولكن من ثم العودة من جديد عودة للغرافة تقليص للفارق. أين العربي
للشوط الأول. الاختراق الدرايف قصيرة لكن دائما الحلول عند خالد سليمان. الحلول عند خالد سليمان. خالد سليمان. الاختراق الخطأ الشخصي. سيمسون. سيمسون. مرة أخرى الضياع لرمي الحر. محاولة الغرافة للتقليص عزيزي المشاهد. العربي الدفاعات ضغطة، هل يتمكن العربي من فك هذه المشاكل في الدخول، المشاكل في الاختراق، إلغاء للسلة، القرار بالخطأ الشخصي. مرة أخرى عمر سيك. مرة أخرى المحاولات هنا. ويليام والاختراق. الخطأ الشخصي. الخطأ الشخصي هنا حاضر. إذن محاولات على طول. الخطأ الرابع. الخطأ الرابع. هنشوف الخطأ على أسامة. تراب الفاول عزيزي المشاهد. محاولات الدرايف اسيست جميلة. سلة جديدة للعربي وأندوان عزيزي المشاهد. مرة أخرى تسجيل النقاط. طبعا تبديل. أربع أخطاء، ثلاث أخطاء شخصية لازم، ما عندوش وقت. خروج لنيمو العملاق. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة تقابل الآن. طبعا خروج هذا العملاق كان معتمد عليه بشكل كبير كوتش قصي. هنشوف المتابعات، هنشوف المتابعات. العربي هيتمكن من السيطرة على الريباوند ولا ايه؟ احمد هشام التيرن اوفر هيغرمهم كتير. الحاج علي صالح على طول لازم تايم اوت. تايم اوت على طول اهو ياسر مساعد المدرب نازل. لازم اصلاح الاخطاء. لا تذهبوا بعيدا عزيزي المشاهد، لا تذهبوا بعيدا. المباراه فيها الكثير. On defense, we have to go aggressive now on this team. So we have Osama and you here. Okay? Make a Nadi and you here. But guys, listen, you make good drop, but when they're passing the ball, we lose. We have to move. The ball is here, coming now. We are short. So we done it. If we move good, then let's go, listen, guys, let's go. On offense, we have always Nadim and Nick here, Ahmed and Osama. So you go to this side. Okay. You scream, you go to this side. Yalla, coach. Let's go, guys.
عدنا أعزائي المشاهدين للقاء متكافئ متقارب نسبيا بعد أن كان التقدم عريض بعشرين نقطة للعربي، ولكن هل اضطراب الفاول هيعمل مشكلة للغرافة ولا إيه؟ هنا ستوفر، هنا الاختراق، هنا نديم المحاولات مرة أخرى، أسامة الاختراق، الروعة يا أسامة، لكن لا روعة بدون تسجيل النقاط عزيزي المشاهد. خالد سليمان، محاولة جديدة من خالد، اختراق، يا سلام على الغزال، الغزال سليمان، خالد سليمان يخترق ويسجل ويزداد الفارق. النتيجة 51-33 لمصلحة العربي، حامل لقب الدوري. هالثلاثية روعة، 3 بوينتس رائع، لا سبيل إلا فرانكلين. فرانكلين هو السر الآن، هو اللعيب اللي يتمكن لتحقيق وعودة التواجد، ولكن لازال عمر سيك تحت سلة الغرافة يفعل ما يريد ويحصل على الأخطاء الشخصية. تبديل جديد، خروج لأسامة، نزول مرة أخرى لأحمد هشام. عدم نجاح للتصويب. مرة أخرى عمر سيك. مرة أخرى المحاولات والاختراق وظهور أول لعاصم، لاعب مواليد 2001 في صفوف فريق الشباب. خالد، يا سلام يا سلام على الأسيست، روعة على الأسيست، الغزال يمرر وسط غفوة من دفاعات الغرافة. 53-36 وفرانكلين لازال يقدم عروضه الفردية، مأزق كبير. مرة أخرى ستوفر، التصويب قصير والكرة حائرة. نديم لأحمد هشام، سرعة بديهة من نديم لم يستوعبها، ما كتوقعهاش هشام. ويليام على طول انسايد تحت السلة في نفس المكان في نفس الرقعة. عمر سيكي يواصل العزف أسفل سلة الغرافة، الفارق يعود عريض. عاصم المحاولات، لاعب منتخبنا الشباب. مرة أخرى فرانكلين، لعبة فرانكلين هي لعبته، على طول يجيد التصويب عقب الدريبل، على طول بيقف ويصوب ويسجل عزيزي المشاهد. عمر سيك، مرة أخرى خالد الغزال، خالد بيصوب، خالد يسجل ويطلب الخطأ. مرة جديدة الفارق 19 نقطة. الغرافة فقد الكثير من لاعبينه في هذا الموسم. ستوفر بصعوبة، ستوفر باليد اليسرى. مرة أخرى العربي في محاولة لزيادة الفارق. المتبقي دقيقتين، الغزال سليمان، الباص الانسايد، عمر كيك اوت، ويليام سيطير، ويليام والكرة طارت برا الحلقة، لكن خالد وسط غابة من الأزرع.
مرة أخرى والمحاولات للغرافة وتسجيل وننوه مرة أخرى عزيزي المشاهد أن اليوم يوم استثنائي ووصل الآن سعادة السفير السوري إلى منصة لحضور الاحتفال سعادة السفير السوري مرة أخرى الإنسايد عمر سيكيو سجل عمر سيكيو سجل عزيزي المشاهد يسجل مرة أخرى ويزيد الجراح عزيزي المشاهد الفارق يزيد بالفعل كانت المباراة خدتنا فكنت عايز أقول لحضراتكم وصل سعادة السفير السوري نزار الحراكي والمهندس حازم لطفي السكرتير الأول للسفارة السورية والسيد حسين عبد اللطيف مدير العلاقات العامة ذلك بالتعاون مع قطر الخيرية اليوم أحد الدول العربية الشقيقة في هذا النزيف لابد من التواجد نعود لمباراتنا الفارق 20 نقطة ثواني عزيزي المشاهد وينتهي الفترة الثالثة بالتصويبة سي بي يطلق هذا المدفع الناري ليصل الفارق للمرة الأولى لـ21 نقطة عزيزي المشاهد نعود عزيزي المشاهد لننوه أن بعد هذا اللقاء سيتم فتح الدعم في ظل هذا الظرف الاستثنائي المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص هذا ما وصانا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دور الرياضة ليس تعليم الرياضة فقط والصحة وتسجيل النقاط والصحة النفسية والجسدية ولكن ليتعلم أبناء الرياضة ليتعلم أبناء كرة السلة ودور الرياضة المجتمعي عزيزي المشاهد يظهر الآن نعود مرة أخرى للقائنا عزيزي المشاهد المتوقعين ناري ولكن بـ66-45 والوقت الإضافي أو عذراً راحت ما بين شوطي المباراة ونعود لنستكمل الفترة الرابعة الأخيرة عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال اللقاء أحد اللقاءات الهامة المحطات الهامة عزيزي المشاهد العربي والغرافة يقتسمان المركز الخامس عزيزي المشاهد كلا منهما يبحث عن الوجود ضمن الأربع الكبار أمامهم لسه أربع عقبات السد والشمال صواريخ هذا الموسم وقطر لازال والوكرة من الموسم الماضي بسهولة التسجيل بسهولة البحث عن الدفاعات من كوتش قصي لإغلاق المسافات أمام فريق العربي نيمو عودة لنيمو هل يتمكن كل شيء ممكن في كرة السلة كل شيء ممكن الفارق 23 نقطة لكن لازال الأمل موجود
هو هي دي حلاوة اللعبة، هو ده جمال لعبتنا وكرة السلة. دائما عزيزي المشاهد لا تعرف المستحيل. التصويبات والمحاولات وهنا الاختراق بلوك شوت، لا 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 كويس عارف يسجلها لحقوا ستوفر. عزيزي المشاهد عاد الامل رغم الفارق ال 19. الكوتشي قصي لا يكل ولا يمل مره اخرى. المحاولات الدخول التمرير يا سلام يا سلام، دي مش سلة دي مزيكا. الباس والكت الايزي باسكت هو شعار ابناء العربي العربوية اليوم، يقدمون مباراة اسوى بمباريات الموسم الماضي. البلوك شوت عمر سيك لستوفر، ستوفر يبحث عن الخطأ، ويليام تغيير الاتجاهات، لا 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 ده الغزال الغزال سليمان. العربي يكشر عن أنيابه، أدى مباراة قوية رائعة أمام الوكرة في آخر الثواني فقد المباراة. اليوم يسيطر على الغرافة والخطأ على الحج علي صالح. التقدم ب 24 نقطة رغم ذلك التيرنوبرز. مرة أخرى عودة عزيزي المشاهد لطوفان العربي، الباصة حلوة فأدتها الثلاث ثواني. قام سليم الراجحي، قام يزن، كلهم كانوا فرحانين بالباصة والتسجيلة، ولكن الثلاث ثواني أحبطتها. طبعا بيبقى جميع سعيد، الجميع سعيد بهذا التقدم والأداءات. مرة أخرى التصويبة قصيرة واضحة قصيرة، ويليام ترانزيشن سي بي ليناردو والتسجيل من ليناردو. المباراة تزداد صعوبة عزيزي المشاهد، مباراة أصبحت أصعب الآن. دخول لستوفر، ستوفر الاختراق رائع، الأسيست أسامة يسجل عزيزي المشاهد. مرة أخرى خالد سليمان، خالد والبحث عن سي بي، سي بي بثلاث نقاط. لاعب ما تحسش بمجهوده كبير لكن فعاليته أكبر، أداء رائع من اللاعب سي بي. مرة أخرى الاختراق، نديم قال ما بدهاش، لكن حتى نديم عطلان. نديم أقل من ست دقائق، خالد بيتمشى ويسلم لعلي صالح. المباراة أصبحت في كفة العربي،
تزداد الأمور صعوبة. مرة أخرى تيرنوفرز ورا تيرنوفرز. تبديل تبديل خروج لنيمة خروج لأسامة. عاصم اعطاء فرصة لعاصم. الدفاع الزون دفاع المنطقة. واحد وثمانين اثنين وخمسين سي بي. التصويب من جديد والمتابعة لستوفر. الترانزيشن التيرن اوفرز مستمر والتايم اوت للعربي عزيزي المشاهد. 81 52 30 نقطة والوقت المستقطع لمصلحة النادي العربي. I said no. عدنا اعزائي المشاهدين لاستكمال اللقاء. العربي 81 الغرافة 52. خمس دقائق كاملة هي الباقية. العربي يؤدي مباراة قوية اليوم. الغرافة الشباب خارج الخدمة بالمحترفين. التصويبة لتالا ظهور لتالا. مرة اخرى محاولات فريق الغرافة للتقليص والتعويض عزيزي المشاهد. عاصم عاصم جميلة من عاصم لكن عمر وويليام في الأخير. ويليام مع التسجيل. ستوفر مش جاية معاك يا ستوفر.
مش ماشية معاك يا ستوفر، لكن هنا ويليام بير وتضيع الكرة مرة أخرى. عاصم ستوفر على التصويب، نجحت هذه المرة، نجحت ستوفر، نجحت التصويبة بثلاث نقاط تقليص للفارق، ولكن التصويبة جاءت متأخرة يا ستوفر، كان محتاجها الفريق في وقت أقرب من هذا. هنا نديم الستيل مرة أخرى لستوفر عطالع والإيزي باسكت 83-57، ثلاث دقائق ثلاث دقائق حاليا. مرة أخرى سي بي تالا عمر سيك، يا سلام يا سلام على الموف الرائع يا عمر. عمر النهاردة في مباراة استثنائية على الدابل دابل، 28 نقطة 11 متابعة، يقابله هناك ستوفر أيضا ب 14 نقطة و 10 متابعات، لكن يأتي سي بي هداف ب 20 نقطة فرانكلي والحصول على الخطأ الشخصي. لاعب مميز أيضا 23 نقطة لفرانكلين و 8 ريباوند لصانع الألعاب. تبديلات، خروج لويليام، يتلقى التحية ويليام، لكن هذا ليس ويليام الموسم الماضي، بثمان نقاط فقط حتى الآن وست متابعات، عنده الكثير ويليام حتى يدعم فريقه العربي حامل لقب الدوري حتى الآن. إذن خروج لخالد، خروج لويليام، يحبذ حاتم مملوك إراحة اللاعبين بعد خلاص اتساع الفارق لفارق عريض وانتهاء المباراة إكلينيكيا. عمر على التصويب، أحمد سعيد اللاعب الشاب في صفوف العربي نزل الملعب هو وتالا، لازال فرانكلين المراوغات والحصول على الأخطاء الشخصية. 23 نقطة لفرانكلين حتى الآن، هو هداف فريق الغرافة. خارج ثالث المثلث عمر سيك ليجاور خالد وويليام. دقيقتين 33 ثانية 85-59. الحاج علي سي بي صانع الألعاب المميز تالا العائد من الإصابة، نتمنى من تالا يعود لمصلحة المنتخب الوطني ولمصلحة العربي. تالا والكيك أوت والمحاولات، الاختراق، الوصول، التسجيل وتلقي التحية. حقك يا ابني أحمد، رائع يا أحمد، لاعب منتخب الشباب ولاعب فريق الشباب أحمد سعيد يسجل أولى نقاطه في الموسم، هذا الموسم أولى نقاط أحمد سعيد. وهنا على طول لسه بقول لحضراتكم لاعب رائع فرانكل. مرة أخرى تالا، تالا والمحاولات، الاختراق من الحاج علي، قال لك كله بيخترق اشمعنى أنا، عاوز هو كمان يروح. مرة أخرى عاصم على البيز لاين والحصول على الخطأ الشخصي من الحاج علي. أيضا فهد، فهد أبو فيصل صاحب التاريخ الكبير في النادي العربي، هو من رفع درع الدوري مع خالد الموسم الماضي بعد سنين عجاف للعربي، أيضا كان موجود في حصول على كأس سمو الأمير وعلى بطولة الخليج لفريق العربي هنا على صالة الغرافة. آخر جيل الطيبين. مرة أخرى سيبي، أحمد سعيد بيحاول يصوب ولكن في إيد المتابعة عاصم، عاصم ولكن خارج الملعب. دقيقة 19 ثانية 87-64 عزيزي المشاهد.
خلاص المباراة طبعا انتهت من الاستحالة التعويض. مرة أخرى فريق العربي تالا، أحمد مصمم على التصويب بيحاول، لكن الاختراق والدخول والكرة في الأخير وهجمة جديدة فهد بوفيصل، لكن الكرة مع أسامة. أسامة فرانكلين لا زال يجري، مالوش دعوة التسعة بيعملوا إيه، ويستمر في الجري، يستمر في التقليص والحصول على الخطأ الشخصي. تقليص للفارق فرانكلين، هنا خطأ شخصي أول على فهد بوفيصل. 46 ثانية عزيزي المشاهد، عقب هذا اللقاء هناك الحديث مع السكرتير الفني للجنة المسابقات الأستاذ عصام لطفي، يجري الكوتش آصف معاه بمشيئة الله في افتتاح المباراة القادمة بإذن الله، مباراة الأهلي والوكرة، نتوقعها أيضا مباراة مثيرة إن شاء الله. لم يحالفنا الحظ في هذا اللقاء أن تكون مباراة جيدة، لكن إن شاء الله نتوقع المباراة القادمة. الأهلي يقدم أداءات جيدة، الوكرة عادة للدخول ضمن فرق المقدمة والأربعة الكبار. عاصم بالفعل نهاية للقاء، 87 عربي 66 غرافة، مبروك العربي، التقدم خطوة للأمام، هارد لك للغرافة. إلى أن نلتقي أعزائي المشاهدين واللقاء القادم وبداية المباراة ما بين الأهلي والوكرة، دمتم في رعاية الله.